السلام عليكم ورحمة الله، رمضان مبارك علينا جميعا والله يتقبل الطاعات إن شاء الله. فيديو اليوم وعدتكم فيه من مدة راح نحكي عن السيارات الوارد، السيارات المدعومة بالتفاصيل، شو السلبيات شو الإيجابيات، إن شاء الله ما منقصر معكم هذا الفيديو. قبل ما نبلش الفيديو تاعنا، إذا أنتم مو مشتركين بقناة عرب جي تي اشتركوا وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد بعالم السيارات. شو السيارات الوارد؟ السيارات الوارد هي السيارات اللي تيجي من برا، أكبر مثال من أمريكا. أغلب السوق الوارد من أمريكا لأنه هو أكبر سوق بالسيارات على مستوى العالم. راح أشرح لكم بالتفاصيل كيف تعرف السيارة، شو وضعها، كيف ضربتها، إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم. شايفين هون هاي السيارة مرسيدس S63 AMG كوب. الاكستنشن تاع الشاسي الأمامي مضروب بالكامل، ولكن هاي الشاسي تاع السيارة مو مضروب، ما ماله شيء. شايفين هاي الشاسي وهاي الشاسي الثاني، الحالة تاعتهم ممتاز، الاكستنشن بالكامل مدعوم، يعني الواجهة تاعت السيارة رايحة. فمو بالضرورة كل سيارة مدعومة انه الشاسي تاعها متدمر ووضعها مأساوي. هاي C63 AMG، اوريكم المحرك تاعها. شوف السيارة قوية على الواجهة، ولكن كل هاي الأشياء لما تنفك وتتغير الوضع بتغير والحالة بتتغير تاعت السيارة. مرسيدس اس كلاس، هاي تنتين جنب بعض، واريكم اياهم من الداخل. شوفوا الاس كلاس، الارباك مفتوح تاع الستيرينج، الستائر الجانبية بالكامل مفتوح. هاي حالة السيارة كإضافات، جلد المقصورة. شايفين هاي المرسيدس، طلع الشاسي تاعها كيف مضروب. هاي سيارة لا انصح بشرائها لانه هاي وضعها تعبان، الشاسي متدمر. طلع الشاسي يعني حالته سيئة جدا، شو بدك ترجع، كيف بدي ارجع، كيف بدي يكون الصلابة تاعته. هاي السيارة ضربتها جدا قوية. شوف هاي السيارة الثانية، شوف الشاسي تاعها، الوضع تمام التمام، الأمور طيبة. يعني هاي بتنفك بالبراغي، الأمور طيبة. هاي الشاسي، هذيك السيارة كانت مقدمة الشاسي اللي بتنفك، بس سحبة معها الشاسي طعجها بقوة من هون. سامحوني بكمل الفيديو من جوا السيارة، بس لأنه صدقا حر كثير قوي، الحرارة 42، شمس، الدنيا رمضان، حاس حالي أكلت ضربة شمس أصلا. نكمل الموضوع. هلا أهم نقطة بعالم سيارات الوارد، السيارات الأمريكي، في شيء اسمه كارفاكس. هاي المعلومات والريكورد المحوشة بالسيستم الأمريكي، كل سيارة بتتسجل بأمريكا في إلها كارفاكس. شو هذا الكارفاكس؟ من خلال رقم الشاسي بتسجل كل الهيستوري، التاريخ تاع السيارة بكون موجود، الريكورد موجود بالكامل. فمثلا لما تحط رقم الشاسي تاع السيارة بطلع بالكارفاكس متى السيارة تسجلت، السيارة كم مالك شراها عبر تاريخها، السيارة كم مرة ضربت حادث، السيارة بالأماكن الصيانة القوية المعترف فيها، الوكالات والمراكز القوية بتم تسجيل بالتفصيل الممل كل سيرفيس بصير للسيارة، لدرجة انه مرات بكون بالكارفاكس السيارة تم غسيلها وتشحيمها من جوا من برا من كل هاي الأمور. فبطلع كل الهيستوري تاع السيارة بالكارفاكس تاعها. إذا السيارة ضربت حادث بطلع بالكارفاكس تاعها شو قوة الحادث، من وين انضربت، من قدام، من وراء، الإيرباك فتح ما فتح، بعطوك حالة وتشخيص الحادث بالكامل، وكم كيلو كانت ماشي السيارة لما ضربت حادث. فلذلك أنت بتحصل كل المعلومات اللي أنت بدك إياها، وما بيقدر حد يلعب بهاي المعلومات. في معلومة جدا مهمة للناس اللي بيحكوا إنه السيارات الوارد الأمريكي وضعها تعبان، ما بننصح نهائيا بشرائها. شو الاختلاف بين السيارة الوارد الأمريكي والسيارات الخليجي أو السيارات الألمانية أو اليابانية؟ في الأنظمة والقوانين بأمريكا في عدد من الأشياء لازم تكون موجودة بالمركبة، منها الغمازات الأمامية، الأضوية الأمامية لازم يكون فيهم ضوء باللون البرتقالي، على جوانب السيارة في المقدمة وبالخلف لازم يكون في عواكس باللون الأصفر، بحالة أنت سويت يعني السيارة بتلفها بنص الشارع بالليل فبتبين من خلال هاي العواكس. هاي الأشياء مو أساسية بالسيارات الخليجي أو السيارات اليابانية أو الألمانية، فلذلك أنتوا دائما بتشوفوا بالصادم الأمامي والخلفي في اختلافات بالأضوية الأمامية والخلفية، وأيضا شو بيكون في مختلف،
بأمريكا بيستخدموا العداد بيكون بالميل مو بالكيلومتر، فدائما بتشوف العداد مو بالكيلومتر بيكون بالميل. السيارات الجديدة بيكون في أوبشن إنه السيارة بتكون ديجيتال، فمن خلال الأوبشن بإمكانك إنه أنت تغير بين ميل وكيلومتر، فهاي بتكون إيجابية للسيارة، لأنه أنت بحالة شريت سيارة وارد أمريكي لازم تغير العداد مشان تعرف كم كيلومتر أنت ماشي، لأنه أنت عداد السرعة بالميل، فأنت بدك تضل تساوي معادلات على الكالكوليتر، فالأمور بتتعقد شوي. بالنسبة للتكييف إحنا بمنطقتنا وبأغلب العالم بيستخدموا درجة السيليسيوس، بأمريكا بيستخدموا الفهرنهايت، فأنت على التكييف بتكون حاطط مثلا 20، هناك بيكون مثلا 60 فهرنهايت 65 فهرنهايت، فالأمور راح تتخربط عليك شوي. فهاي الاختلافات بشكل أساسي. في الماضي كان في اختلاف بين قوة التكييف، إنه دائما بنعرف إنه السيارات الخليجي التكييف تاعها قوي جدا، وبيختلف عن الوارد لأوروبا ولليابان ولأجزاء من أمريكا. في الآونة الأخيرة كل تصنيع السيارات بشكل عام صار نفس القدرة، نفس التكييف، نفس القوة، بس اختلافات بسيطة بين مايل كيلومتر، أضوية أمامية، أضوية خلفية، ممكن في اختلاف بسيط جدا بالنسبة لعدد وقوة الأحصنة تاعت السيارة، لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية جودة البترول عالية جدا، في المنطقة عندنا بتكون أقل، سيستم الانبعاثات بأمريكا شديد جدا، فلذلك الجماعة بيكونوا حاطين يعني السوفتوير ممكن يكون أقل شوي من المنطقة تاعتنا، مو بكل السيارات، فلذلك مرات بيكون الكاتالايزر اللي هو فلاتر البيئة الموجود على الإكزوست بتكون أكبر من الموجودة في منطقتنا. في ناس بتجيب سيارة وارد أمريكي بشيل فلاتر البيئة، بزبط أمور السيارة أو ببدل فلاتر البيئة أو ببرمج السيارة على أساس أنه هي ألمانية أو خليجية، بتصير أمور السيارة تمام تمام بدون أي مشاكل. ومن الأمور اللي بتختلف أيضا بالسيارات الأمريكية عن الخليجي أو الياباني أو كل هاي الدول الثانية اللي هو الراديو ونظام الملاحة. الراديو بيكون مختلف ونظام الملاحة بيكون مبرمج لأمريكا. في عدد كبير جدا من السيارات بإمكانك أنه أنت تبرمج نظام الملاحة والراديو ويشتغل كأنه خليجي 100% بدون مشاكل. هلا بالنسبة للحوادث، القوانين تغيرت، الأنظمة تغيرت. في دولة الإمارات العربية المتحدة كان زمان بإمكانك تجيب سيارة مدعومة محروقة غرقانة ما في أي مشاكل. الآن صارت الأنظمة أي سيارة غرقانة ممنوع تدخل الإمارات أو تسجل بالإمارات، وبيبين من رقم الشاسي الكارفاكس تاعها بيكون واضح جدا. بالنسبة للسيارات المدعومة لازم تكون الدعمة بحد أقصى 75%، بعديها مستحيل أنت تسجل السيارة. السيارات المحروقة أنا نهائيا ما بنصح أنه تشتريها. ليش؟ لأنه ممكن تكون محروقة، في مشاكل بالكهرباء، الحديد وهيكل السيارة وجسم السيارة بتم التآكل تاعه لما تنحرق، فشاسي تاع السيارة، هيكل السيارة ما برجع زي زمان، بكون ضعيف، أضعف من أي شاسي سيارة ثاني أو هيكل سيارة ثاني، فما بنصح نهائيا تشتري سيارة محروقة. بالنسبة للسيارات المدعومة ومضروبة، أنت لازم تحكم على السيارة، إذا أنت شفت السيارة زي الفيديو شو وريتكم كل السيارات مدعومة مو مزبطة، أنت بتحكم على السيارة، بتشوف شاسيات السيارة، كل ما كان شاسيات السيارة مو مدعومين بكون أفضل، القطع خارجية، إدهان، أشياء، الستيرينج بتغيره، كمبيوتر الايرباك بتغير، برجع. السيارات الحديثة الموضوع سهل، كأنك تبني كمبيوتر ما عندك مشاكل. الايرباك لا سمح الله فتحت على المقود، بإمكانك تغير المقود، تغير الايرباك تاع المقود، تغير السناسر تاع الايرباك، تبرمج من خلال الكمبيوتر برجع طبيعي وبرجع بفتح مرتان الايرباك لا قدر الله إذا ضربت حادث، فالأمور طيبة. أنت من خلال سعر السيارة كمان، في أسعار بتكون محروقة على الآخر لأنه السيارة بتكون ضربتها كتير قوية، انت اذا شفت السيارة مدعومة ضربة قوية انا ما بنصح بشرائها. اذا انت بدك تشتري السيارة وهي مضبطة اصلا خالصة، يعني السيارة قدامك بقول لك صاحب السيارة خذ مفتاح اطلع سوق، شيك على ضغط الاطارات تاعت السيارة، اطلع سوقها، اسرع شوي، شوف هل فيها رجة، البالانس تاعها شو، كيف امورها، امورها طيبة مو طيبة. واهم شيء اذا بتكون وارد امريكي اطلب الكارفاكس تاع السيارة، بتشوف انت التاريخ تاع السيارة، كم مرة اندعمت، كم واحد شراها للسيارة، هل صاحب السيارة أو صاحب السيارة كان يهتم فيها، السيرفيس مسجل، موجود الورانتي تاعها ولا راح الورانتي، هل السيارة مشطوبة من التأمين على إنه فيها ديفولت من المصنع، في خطأ تصنيعي فعادي تنشط بالسيارة من التأمين ما تكون مضروبة، بقول لك كلين تايتل بس هي بتكون فيها خطأ تصنيعي. فكل هاي الأمور بتكون واضحة وسهلة، انت ما عليك غير تدفع مبلغ صغير مشان تجيب الكارفاكس تاع السيارة وتتأكد من كل المعلومات اللي انت بدك اياها. بالنسبة للأشخاص اللي بيحكوا عن السيارات الغرقانة، انا حكيت مرة
على حسابي على الانستغرام على هذا الموضوع. كل السيارات الغرقانين في لهم نسبة غرق، فانت بتشوف نسبة الغرق. اذا كان نسبة الغرق كثير كبيرة ما تشتري السيارة، اذا قليلة اوكي. السيارات الغرقانة بالاغلب لما تفتح الباب تقعد فيها في لها ريحة سيئة، لانه السيارة ما تصلحت صح. اذا السيارة تصلحت صح ما بكون لها ريحة، بكون بفرطوا الجماعة الضفيرة تاعت السيارة، جد الكهرباء بشيكوا عليها مرات، لما تدخل ماي بدخل طين تتوسخ، فبكون عبارة عن كارثة. فكل هذا الطين والوسخ بطلع ريحة مع المدة. الأرضية تاعت السيارة إذا تنظفت انشغلت صح، سيارة غرقانة بسوقها كنت عارفنا غرقانة، شيل الأرضية تاعت السيارة، امسكها شمها، كل هالأمور بتبين إذا السيارة تنظفت صح انشغلت صح ولا انشغلت بشكل أي شيء مشان يبيعوها ويساووا فلوس على ظهرك. بتمنى لكم التوفيق، بتمنى لكم تشتروا أحسن سيارات، الله يرزق الجميع أحسن سيارات، ومو عيب الواحد يشتري سيارة مدعومة ضربة عادية. أنت بتوفر، هاي ميزانيتك، هاي من أهم الأمور، لأنه أنت هاي فلوسك يا الحبيب، أنت ما ملاقيها بالشارع، فأنت حط فلوسك والله يزيد ويبارك للجميع وحطهم واشتري أفضل سيارة. أنا من الناس اللي بفضل مثلا تيجي تقول لي اشتري سيارة كوري جديد من الوكالة ولا اشتري سيارة ألماني مستعمل اوبشن اضافات مواصفات جبار ولا كوري عادي، انا بشتري الألماني دائما. روح اشتري، ارفع ليفل، ارفع الامان، شوف اضافات مواصفات امان، الامان بيد الله اولا واخرا. هذا كان فيديو سريع، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمت لكم اياها. انشروا الفيديو بين اصحابكم، اعطونا لايك وادعمونا، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس مشان نوصلكم كل الفيديوهات أول بأول. للعالمية باسم العرب، مع عرب جي تي، في أمان الله.